يعني موضوع مثل اخ اجى مصطفى قبيع قبل فتره هنا يعني اجى مصطفى احكي لي وياي عوف مصطفى زميلي واخويا على راسي كلش احكي لي تك قناه سامر احكي نسولف على راسي خاب اعطيت رقمي خابروني احنا قبل رئيس وزراء وتؤمر احنا حاضرين قلت له خالد بس راتب الرعايه كل شيء ما اريد من الرئيس كانوا تدلل 10 ايام خابرك 10 ايام خابروني عدت لي 4 رئاسات تمت موافق عليك راح تستلم راتب الرعايه هسه لنا حلو ورا 20 يوم خابروني راح تستلم ان شاء الله بهالوجبه السادسه وين ما كان قلت لهم بالكار كان حندز لك الكتاب راح تستلم راتب طلعت السادسه وماكو يا ابو وين اسمي خابرك قال الله احنا ما ندخل زين علي ما نروح احنا زين انت تقول لي انا رئيس الوزراء من المكتب مالته زين انت غير انا وصلت صارت قويه غير هو يطلع لي راتب ماكو لحد الان انا عندي جهال اثنين وقاعد ايجار دقيقه يعني هم توسطوا لك وخاورك مكتب رئيس الوزراء اي وعندي ارقام موجوده الارقام موجوده قال لي تم توافق عليك رئيس الوزراء، رئيس العمل، رئيس الشؤون، عددهم 10 ايام من خابرك، خابرك شاف الف مبروك تم توافق عليك. وين اسمي ماكو، الواجبه السادسه طلعت والملحقات مالتها طلعت، وهاي السابعه ماكو اختفت، كل الاخبار عنها ماكو. زين. مصطفى ربيعي ماكو بعد ما نقدر نتواصل وياه. زين. زين اللي خابرونا وينهم؟ هو اكو اقوم رئيس الوزراء، زين اذا رئيس هو موافق علي، اسمي وين؟ زين. إيجاراتنا أنا هسه عندي طفل صغير بس القطيع مال حليب ذيك شيب واحد 12 ونص قطيع مال حليب حفاضات ب 6000 زين عندنا إيجار عندنا مولدة المولدة يوميا مزيدية علينا خوش أمبير ب 12 ورئيسي زينة زين كلش ما سوى كلش ماكو هسه نقول والله كلش ماكو هسه تلقون 105 عم يخلطون 100 بالشهر على الأقل شلنا هالمصاريف هاي الناعمة وأنا هاي عندي بسطية هنا ويوميا مهددينه راح يجيك الشفر شيل اغراضك، راح يجيك ما ادري منو شيل اغراضك، واحنا يوم نشتغل يوم ما نشتغل. كرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، حاولنا نتواصل ويا شخص لكن ما قدرنا لحل موضوع، منو اللي تواصل وياك بالاسم اللي تقول لي تواصل منو؟ بصراحة اسمه بطال بس قال لي انا من قبل رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء. مكتب رئيس الوزراء. ايش تؤمر احنا حاضرين؟ شو تريد؟ قلت لك وش مايب عندك؟ بس راتب الرعاية. قال تؤمر تدلل 10 ايام وقلت لك الخبر. خوش. 10 ايام خابروني، قالوا انت مصطفى حق اسمه علي؟ قلت اي نعم. نعم. كان يقول لي مقدم على قلت له اي نعم. كان يقول لي الف مبروك تم الموافقه عليك قبل رئيس الوزراء، رئيس العمل، رئيس الشؤون واسمك موجود بس هذا رقم صابي غلط، هذا رقمك اكيد قلت له رقمي. نعم. كان يقول لي 20 يوم 15 يوم يدقون عليك. دقت على ابني كان يقول انا رعايه. وين تريد الكتاب مالتك؟ للكخ لو رصافه قلت له للكخ. زين. ذاك يوم هذا يوم. رجعت خابرتهم. كان يقول احنا ما لنا دخل. من خابرت؟ هو نفس الرقم الدق عليه، مكتب رئيس الوزراء. مكتب رئيس الوزراء؟ اي يقول احنا قدمنا لك بعد شنو دخل؟ زين انا سوينا طوجي. زين مصاريف، ايجار، حفاضات، حليب، كلها مسويه، فاتحين بسطيه هناك تشتغل على باب الله، يوم ويا يابا شيل بسطيه راح تجيك الشفا راح تشيل غرضك. زين احنا وين نروح؟ لا موافقين عمل، لا مطينا راتب. ها؟ وهاي شوف الناس على باب الله، يوم يفشين غراضهم ومهججيهم، هاي الشوارع حفروها على مود يسوون لهم شارع كل شيء ما سووا لهم. جو شباب سوق هنا قال له عمي سوق لك قضيتك انت قضيتك هاي قضيه له انت مشكلتك هنا اتصلوا عليك مكتب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أي. اتصلوا على هذا الشخص والارقام عنده اللي اتصلوا عليه ثلاثه انا اتمنى من اعلام مكتب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني انه يتخذون الاجراء اللازم بحق هذا الرجل قالوا اتصلوا بي مكتب رئيس الوزراء وعند الارقام اللي اتصلوا عند الارقام اللي اتصلوا يقول لك يعني ما معقول ان اليوم المكتب يتصلون بهذا الشخص وبعدين يقولوا له الشغلات نسوي لك اياها بعد مو يمنا زين هو الناس يعني لو تكملون الجميل يخلص خطيه لان انا ما واكيد اكيد يعني محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء رجل طيب ويوقف الناس هاي الطيبه وبيك البركه واحنا دناشدك في روح الابوه والاخوه وهذول اولادك وبيهم اخوتك واخواتك والله العظيم ما نعرف انت رجال طيب وتوقف ويا الناس توقف ويا الناس وهذا الشخص راح يرد رقمه رد رقمك ايش قد 07-82-64-5-8-01 شو اسمك كامل؟ مصطفى حق اسماعيل شكرا لك اريد اول شغله لك قبل لا اروح بسبب سالفه الرعايه قاموا يستغلون الفقير ياخذون منه 500 و300 و400 و600 وما يسوي له كل شيء فلو يسوون راتب لو يشتغلون هذول اللي يسوون هاي السوالف لان هو الفقير ما عنده دا يروح يداينن على مو يسوي له اسمه وتالي اكو شيء ماكو فشكرا لك ورحمه الله يديك واعتذر اذا روشتك حبيبي هذا على مود الرعايه يعني انا صار لي 3 سنين ونص وطالع لي من قدمت ورا سنه ونص طلع لي الباحث
واليومك. يعني اخر مره رحت المكتب طلال هذا اللي هنا وقال لي روح على الوجبه السابعه ورا الموازنه. واليومك ماكو. ما رجعت مرت له؟ ارجع ما يقولوا لي ارجع بعدين. من اللي يقول لك ارجع بعدين؟ هو مكتب طلال. شو يقولوا لي؟ رحت لهم قالوا له روح انتظر على الوجبه السابعه. رحت على الوجبه السابعه وما طلع اسمي. ماكو. ورجعت لهم؟ ما ناشرين. ما ناشر بعدهم؟ ما ناشر ماكو. انتظر نشوفك الله ينشرون. انتظر بكت الله. تقول ما ناشر يعني انت من ضمن هوايه صح؟ انا ما طب بالقناه مالتهم. غير الطب وشوف يا حبيبي. عندي قناه هاي مال رعايه الوجبه التاسعه على التليجرام. نشروها لو ما نشروها؟ ما قاعدين ينشرون اسماء لا ماكو. ما اصلا بالسابعه وقبل. شلون؟ انا هم من ضمن هذا الولد. السلام عليكم. انا من قدمت بالوجبه اول ما فتحت الرعايه الاجتماعيه قدمت وطلع لي باحث اثنين هم مو واحد. اول واحد جاني جاء شاف عائلتي وشاف وضعي وراح. وجاني ورا اراجعك كاظميه، كل ما اراجع يقول لي تطلب باحث ثاني. اجاني الباحث الثاني واليومك كل ما اروح اراجعك كاظميه انتظر بالوجبه الجايه بالوجبه الجايه، وقالوا على الوجبه السابعه، وصل الوجبه السابعه ما نعرف شو وقت تنطلق. احنا شنو يعني انا اشتغل عماله الليل والنهار عطله دا اجيب حفاضات وحليب لابني، منين اجيب يا الله يرضى عنك؟ خلينا ناشد رئيس الوزراء انتظر الى حالنا يا خالي ورحم الله والديك. السلام عليكم استاذ خطاب. انا السلام عليكم. انا قدمت من 2019 وما طلع التقديم مالتي على الرعايه الاجتماعيه، وقدمت 2020 وما طلع، وقدمت هاي السنه هم كذلك، وانا اسمي تحليل نتائج فقر. يعني هسه بس مجرد وجبه السابعه تنطلق، اي متى وجبه السابعه تنطلق؟ يعني اعلام يسولف غير شيء، الكلام الناس غير شيء، اريد بس من سياده احمد الاسدي نشوف وجبه السابعه، يقر وجبه السابعه الى متى تظل هيك؟ الى متى؟ ناس اكو جوع، ناس اكو فقر، ناس اكو مهالك، الى متى تظل هيك؟ يعني رعايه، احنا حقنا من النفط هاي الرعايه ترى. احنا ما رايدين فد شيء احنا ناخذه من عندهم، هذا حقنا. حقنا رعايه. يعني بس هذا عندي مناشده، اريد وجبه السابعه تنطلق باسرع وقت. واشكرك واشكر برنامجك استاذ خطاب. تعال حجي خير.